تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أعمال قافلة كلية طب أسنان جامعة القاهرة بالمركز الطبي المتميز للأم والطفل بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق بالتنسيق مع المحافظة ومؤسسة حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على القافلة من أهالي القرية والقرى المجاورة لها بالمجان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة الطبية تخصصات علاج اللثة وخلع وحشو الأسنان وتنظيف الجير وتبييض الأسنان، وتصاحبها ندوات تثقيفية وتوعوية حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم والأسنان وطرق علاجها في مراحلها المبكرة. مستمرين في دعم القرى بالتداخلات من خلال التعاون مع كليات الطب المختلفة ومن خلال القوافل اللي بتقوم بها وزارة الصحة لغاية أما يعني تنتهي بالكامل الوحدات الصحية الجديدة ويتم تشغيلها. هنفضل في استمرار في عمليات دفع القوافل للأماكن النائية والأماكن اللي محرومة من الخدمة حاليا نتيجة أعمال الإنشاء الخاصة بحياة كريمة. احنا بنؤكد على دور الكلية المجتمعي في الوصول لكل بقعة من بقع مصر الطاهرة العظيمة. طبعا احنا بنشتغل كفريق مجتمعي من كلية طب الأسنان، هدفنا طبعا خدمة المجتمع في أي مكان، منها قوافل علاجية أحد أوجه الخدمة. وأنا جيت هنا سمعت على القافلة وجيت كشفت وحشالي درسين ونظفوا لي أسناني والدنيا تمام والتحكيم كويس ودكاترة امتياز، ونشكر حياة كريمة على المجهود والجهود اللي هي بذلها.